عليكم. مساء الخير. مساء الخير. سوري تأخرت شوية. أول شيء حبيت نشكركم لأنه أعطينا مجال نحكو مشاكلنا، نحكو طلباتنا اللي الناس من مش عطيت لها أهمية كبيرة وأنتوا عطيتوا لها أهمية. وشفت اليوم كنت قاعدة نستنى برا دوري، استنيت دوري، شفت سمعت مشاكل وأشياء كثير كبيرة. أنا المشكلة تبعي يعني شفت إنه مشكلة اجتماعي، شيء يعني شيء إنساني فيني خلاني أحكي هيدا الشيء وخلاني أتقدم لكم مساعدة صديق كمان. يمكن الشيء اللي راح أحكي منه مثل المشاكل اللي سمعتوها اليوم، تعبانين من المشاكل، فراح أختصر لكم شيء كتير 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 صاير بهالدنيا ومنو شايفين منو مركزين عليه، أنه الزواج المبكر زواج مصلحة. يعني مثال، أنا بنت في عمر 21 سنة تجوزت، ما كان بدي، كان بدي أعيش حياتي أكثر، كان بدي أدرس. صرت عم بتنكر لحتى أبين أنا واحدة كبيرة ومن مطلقة. بسبب شو؟ بسبب مصلحتي، يا إما مصلحة الأهل أو ما بعرف، كثير كثير مصالح. أنا تجوزت بعمر كثير صغير، ما بعرف أحمل مسؤولية. أهلي جوزوني فاكرين أنه مصلحتي أنه أتجوز بهيدا السن. أوكي، ما كان فيني أحكي شيء. رحت متجوزة رجال كبير وواعي مثل ما قالوا أهلي وعنده مصاري ورح يأمن لي حياة كتير حلوة. بالآخر شو صرت؟ شو صرت؟ صرت بخجل أنه أطلع مع بنات قدي بالعمر، يروحوا على المدرسة بيدرسوا، أنا لا، أنا عم بفكر في ابني اللي جايبه بعد مدة كتير صغير. يعني بصير أم حاملة مسؤولية ولد بعمر 21 ومطلقة كمان. بتعرف أنه في ناس عالم كتير عندهم طلاق عيب، هو منه عيب أوكي، هذا اسمه ونصيب، بس بالآخر ليش تجوزت؟ ليش جوزوني أهلي؟ لمصلحتي؟ بعرف يمكن تشوفوا مشكلتي كتير تافهة، بس عن جد كتير بنات عم ينظلموا كما ظلمت أنا، وبحكي نيابة عنهم أنه ما قدروا يوصلوا. أنا مساعدة رفيقي الله يخليه إلي، هو اللي ساعدني أنه واجه هيدا الشيء وما بخجل بيجي أحكيه، بحكي نيابة عنهم وبطلب نيابة عن هدول البنات اللي بيمروا بأزمة كتير نفسية، خاصة أنه بما أنكم كبار شخصية هاي المنطقة وعندكم كلمة وكلمتكم مسموعة أكثر من كلمتنا، بس بدي موقفنا إحنا تاخدوه بعين الاعتبار وتوعوا الأولياء وتوعوا الرجال العديم المسؤولية أنه هاد شي منه لعب، هاد شي كتير 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 لازم له تفكير. بيقولك زواج ليلى تدبيره عام، هذا مثل عنا، خاصة مثل الأهل، لأنه كل شيء القرار بياخدوه الأهل عن بنت صبية بعمر صغير. هاد بس الشيء اللي بدي أقول لكم. يعني صراحة خجلانة من حالي، وبدي فرجيكم في عندي صديقي اللي هو ساعدني مشان أجي لهون، إذا ممكن يفوت معي. هاد هو رفيقي. كانت عندي عقدة كتير نفسية من هذا الموضوع، كان دايما بيقلي أنه أنت كتير حلوة، ما بعرف شو عم بيكذب علي، وعندك صوت كتير حلو وفيكي ترجعي تحقق حلمك، بس أنا خلص فاتني الوقت، ما فيني، عندي ابني، صرت جاهلة صراحة، عم شوف حالي إنسانة جاهلة ما عندها شغل، ما كملت دراستها،
شايفين الناس مش مشكل، بس هو مشكل كتير كبير، ورح يجي جيل هلأ ابني وابن بنت غيري صار معها نفس الشيء، وابن بنت غيري صار معها نفس الشيء. بيجوا أولاد ما بيعرفوا بين وين، ما بتعرف أخوها، يمكن عندها أخ، يمكن عندها أخت، وهيك بيصيروا مشاكل كتير كبيرة. وأنتم فاهمين شو قصدي؟ بنت ما بتعرف أنه هاد أخوها. بس بدي أقول كلمة واحدة، أصحوا ولا ترموا أولادكم، ولا تحرمهم من براءتهم، ولا تحرمهم من طفولتهم، خلوهم يحققوا حلمهم. هذا رفيقي خرجني من هاد الأزمة وجابني لهون لحتى أحكي لكم هيدا الشيء اللي كنت خجلانة أنه أرفع رأسي وأحكيه. رح تفرجي لهم صوتك؟ صوتي؟ لا. حبيقلي أنه أنا إنسانة موهوبة كثير. ما بعرف إذا أنا عن جد موهوبة ولا لا. أوكي صح، كان بدي غني، بدي هيك، بدي عيش. عندك موهبة كثير كبيرة، وأنه مهما الظروف يعني اللي مريتي منها يعني تخليك قوية، تخليك ما تنسى أنك عندك موهبة ما تقتليها. فرجيني من هالشيء. طيب إذا ممكن بدي، بما أنه الموضوع عن طليقي وهيك، بدي أغني أغنية لإله، بس بدي فرجيكم موهبتي اللي ما قدرت فرجيها للعالم. ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حرام عليك شوف الفال وين وصلتيني. اللي بيا جرح كبير انت سباب، نصبر حالي بنسي ان يداويني. ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حرام عليك شوف الفال وين وصلتيني. اللي بيا جرح كبير انت سباب، نصبر حالي بنسي اني داويني. خليتيني كدب عين ونسمع كلامك، غلطان اني وهبتك روحي وخدعتيني. ما بقاش انفع معي تاني حلوة لسانك، ومنين نجيب قلب جديد نبضو يحيني. خليتيني كدب عين ونسمع كلامك، غلطان اني وهبتك روحي واخدعتيني. ما بقاش انفع معي تاني حلوة لسانك، ومنين نجيب قلب جديد نبضو يحيني. ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حرام عليك شوف الفال وين وصلتين. اللي بيا جرح كبير انت سباب، نصبر حالي حالي يداويني. موهوبة ولا لا؟ جن بستاهل انه تصير مغنية. لا تخلوا غيري يصير معه هاد الشي بليز. بس كلمة واحدة منكم رح تغير حياة كتير ناس وكتير أجيال. مرسي لأنكم عطيتوني من وقتكم، وبعرف أنكم سمعتوا كتير مشاكل من قبلي هلأ كنت عم بستنى، وتعبتوا كتير. إن شاء الله ما أكون أخذت من وقتكم. مرسي، يلا باي. بالنسبة لإيفال سهيلة، أنا اليوم الموضوع كتير مهم، والموضوع يعني كتير في معاناة بهالموضوع، ولكن أنا مش موافقة أبداً على أنه عمر 21 سنة هو عمر مبكر لكذا سبب. أول شغلة كنت بفضل أنه تعمل حالة عمرها
اصغر او هلا هي عم تحكي بس يكونوا جوزوها قبل عمر 18 بالقليله يعني. يعني اليوم زواج مبكر 16 15 14 بنشوفهم هو اللي 10 11 سنه فيها تكون هلا عم تحكي، بس 21 سنه هي اوريدي بالغه وفيها تكون خلصت درسها وجامعتها. سو ما رح فوت بالتفاصيل، بس انا بالنسبه لي هيدي كان لازم تفكر فيها افضل من هيك سهيله، لانه هي بنت ذكيه فيها تكون ما انتبهت، ولكن كنت بفضل تنتبه على الشغلة وتنتبه كمان على الكلام، يعني ما تجر كتير بالحكي، تكون مختصرة أكتر بس واضحة أكتر. غنت أحسن من البرايم أكيد بكتير، والصوت كان مرتاح، غنت صح، غنت حلو، لازم تنتبه على شوية تفاصيل هي وعم بتغني وكان في إحساس، ولكن دايماً وقت اللي هي عم بتغني لونة يلي هو زيت اللون، يعني بالإيفال عم نشوف الغنى عم بيكون منيح كوريكت، بس ببقوة الاشياء ما فينا نغض النظر عن كيف كان الاداء بالبرايم. سو بدي اطلب منها بعد مره، لانه كل مره عم اطلب زي تشتي ترجع تجرب تطبق طريقه المغنى اللي عم تغنيها حلو بالستايل تبعولها هي ببقوة الاغاني تنسمع هالصوت اللي عم برن بلا نشاز وهيك اجريابل عالدينه. انا ما رح زيد عليكي وما رح فوت بتفاصيل الموضوع، بس بقول شغلي انه عليها خطر كتير، لانه بتكون ما احلاها عم تغني شوي بيقشط الصوت، هيدي شغله مش مسموحه، صرنا بنص البروجرام. انا بقول انه الموضوع مهم كتير، اكيد غلطي قالت انه جوزوني بال21، بس فيها تكون قاصده كمان انه انا هلا بال21 ومتجوزه ومطلقه، بس انه جوزوها صغيره، يعني مش بالضروره تكون هلا هي تجوزت. انا حبيت الموضوع كثير، الغنى زهقني، يعني كانت كثير عزيت هيك، يمكن الغنيه هيك هاديه، بس في شغله ما بعرف اذا رح تفهموا شو حسيت. حسيت في تمثيل هالموضوع، يعني حسيتها كتير عم بتمثل، يعني إذا بكيت وتضحك وتبكي وتضحك وتبكي، يعني حسيته مشغول تمثيلياً، مش هيك يعني مش عفوي، مشغول تمثيلياً. ما بيمنع إنه شغلته حلو، بس ما بعرف إذا رح فهمته شو قصدي. ما يعني مثلاً ما دمعت لي عيني، مع أنه أنا هالموضوع بيقتلني، أنا هالموضوع ببكيني كتير، بشوف أوقات صورة طفلة عمرها 9 سنين عم جوزوها، ما رح نقول شهور، رح نقول إنسان عمره 50 سنة، ببكي لحالي من الصورة. ما قدرت، وصلت للموضوع وبشطارة وبكل شيء، بس ما حسيته مشغول تمثيل، حسيت عم تمثل، يعني ما بعرف كيف فسر لكم اياها، بس هيك حسيت. هلا الغنى على طول هي حلو الصوتة بهالنوع الغنى، ما كانت منيحه بالبرايم اكيد، اليوم هي احسن بالغنى، بس سهيلة على طول عندها عمق بالاشياء اللي بتطرحها، وعلى طول هيك الايفال تبعها بيكون في شيء مميز كل مره، يعني كل مره بتفاجئنا بشيء جديد. أنا طبعاً ما رح فوت بتفاصيل الغنى والصوت ولا بالغلطة اللي صارت بالبرايم، أنا بدي أحكي على سهيلة بالنسبة للموضوع اللي طرحته اليوم، وبالنسبة لإداءة التمثيلي، لأنه هيدا اختصاصي وهيدا اللي بدي أحكي عنه. كتير حبيت الموضوع الزواج المبكر، كتير حبيت كيف دخلت، عم بتقول إنه صار لي ناطرة برا، طبعا انتوا تعبتوا وسمعتوا مشاكل كتير، وفعلا احنا انا كنت شخصيا تعبانه، يعني كلنا تعبنا من الايفاليت او من المواضيع يلي مرقت قبل. وحبيت يعني انا ما حسيت غلط انه قالت، انا فهمت انه هلا بعمر 21 وقت بعدهم رفقاتها عم بيروحوا على الجامعه، هي مضطره خلص وقفت حياتها انه تزوجت وطلقت وصارت مسؤولة عن ولد رح يخلق. يعني ما توقفت على قصة العمر، لأنه 21 كتير بكير تا وحدة تمرق بكل هالمراحل، يعني زيجة وطلاق وولد مبكر، يعني بالنسبة لنا مبكر، ما انزعجت من هذا الموضوع. بالنسبة للتمثيل فعلا شغلته
تكنيك يعني دمج الضحك مع البكي مع ولكن أنا تأثرت يعني مؤثرة عارفة تستعمل هالتكنيك ببساطة بس ولكن استعملتها لدرجة إنه صار صوتها كتير واطي وحديثها كتير طويل يعني ممل يعني يمكن حسيناها عم بتمثل لأنه ما نوعت التقنية موجودة ولكن لازم تفاجئ الجمهور بلحظات ولازم ما تعيد نفسها ما تكون مملة ما تعمل إعادة ضلت عم تشتغل على نفس النمط حديثة على نفس النمط كل الوقت هيك الشغل اللذيذ اللي كانت لما قالت الصديق يعني لما دخل إيهاب الصديق وقال له قلتي لهم أنه صوتك حلو سمعتيهم صوتك يعني هون كانت إذا بدكم اللحظة الوحيدة يلي ها ظهرتنا من الملل يلي كنا بلشنا نشعر فيه ورددنا عليه من خلال الأغنية يلي كمان كانت على نفس النمط والتمثيل يلي رجع على نفس النمط ولكن أنا بلاقي إنه في جهد يعني أنا تمثيليا بلاقي إنه في جهد في شغل في تقنية استعملتها مؤثر ولكن بده تصليح أكيد يعني مش حدا مستلشق بالموضوع يعني ما حسيتها إنه يلا هيد شو بدنا نعمل أو إنه هذا موضوع هلأ طلعنا فيه مثل ما حسيت عند غير تلميذ بصراحة ولكن طبعا بضل مشكلة الصوت وغلطة البرايم هيدا غير موضوع بس أنا بدي أقول إنه سهيلة بالتمثيل عندي بالصف وبالإيفاليت عامة يلي عم بتقدمون عم بيكون في جهد بالتمثيل سهيلة اليوم أكيد اختارت موضوع مهم بهم كل البنات العربيات لأنه فعلا شغلة صعبة إنه الإنسان يحمل مسؤولية بعمر كتير بكير ومسؤولية هالقد مهمة غنت اليوم أكيد أحسن بكتير من البرايم لأنه غنت بملعبها يعني هيدا النوع اللي سهيلة بتحبه هي بتحب القصص اللي فيها عاطفة فيها رواء فيها هدوء بالمغنى وهي بتعبر عن هالشي بكتير مناسبات ولكن بدهم يعرفوا التلاميذ اللي هن بالأكاديمية أنه هن جايين يغنوا كل الألوان وحكينا بالصف بيرح أنه المغني الشاطر هو اللي بيغني كل شيء ولو شو ما غنى بيغني حلو يعني ما بدها تكون الأغاني اللي بيغنوها هي حجج حلو أنه هي اليوم غنت شيء هي بتحبه وهذا حقها وهي لأنه مختارة ولكن اللي قالت عنه مدام ماري أنه ما قاله حق التلميذ الشاطر واللي صوته حلو أنه بمطارح تانية يقشط صوته أو ينشز ممنوع نحن حلوين بكل شيء صوتنا حلو بكل شيء عم بتحاول اليوم سهيلة تزبط الخطأ اللي صار أو الغلطة أو الهفوة اللي صارت إن شاء الله تقدر تتخطى هيدي الغلطة تقدر تكفي معنا وتستفيد أكتر وأكتر لأنه هن هون تيتعلموا قصص جديدة مش يغنوا اللي بيعرفوا أصلاً